تقولي بالله عليكم، انا في العزل وتعبانه جدا، كل حته فيه بتتقطع وبتتكسر بجد. تقريبا لو 40 فرد دعالي ان شاء الله هكون كويسه. الحمد لله انا بقيت كويسه جدا، والنتيجه سلبيه، وبشكر التمريض وبشكر مستشفى مدينه النصر وبشكر كل العاملين فيها ان انا بقيت كويسه، والحمد لله على كل حال.